حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، هحل معاكم النهارده في المدرسه يونت 12 فاكيشنز. فاكيشنز يعني اجازات طويله شويه. يلا بينا نحل اول صفحه. طبعا هو في البيج ديت اللي هي صفحه 106 الدرس الاول، وورلد تريب اللي هي رحله عالميه او رحله حول العالم، وبيتكلم على طب ما تيجي نسمع. today mom received an email، امي النهارده استلمت ايميل from her sister من اختها ناديه، and her husband هاني ومن جوزها هاني. they are on a business trip، كانوا في رحلة business traveling around the world، بيلفوا حول العالم. نادية and هاني were in India، نادية وهاني كانوا في الهند last week الأسبوع اللي فات يعني، and this week والأسبوع ده they are in Singapore، دلوقتي حيبوا في سنغافورة يعني. mom is reading the email aloud، ماما بتقرا الايميل بصوت عالي to her daughter لبنتها رنا and her son علي ولابنها علي. يلا بينا على طبعا هنا to لسامية والسبجكت ايه my trip. دير سامية يعني يا صاحبتي يا سامية يا عزيزتي يا حلوة انتي يا جميلة. hello to you all from Singapore، يعني مرحبا بكم جميعا في سنغافورة. it's hot there، الدنيا هنا حارة. it's about 36 degrees، درجة حرارة 36 درجة مئوية. luckily لحسن الحظ we have got a lovely hotel room، عندنا أوضة حلوة أوي في الفندق. we are on the 42nd يعني 42nd floor، احنا في الطابق 42. الدور 42. the view is beautiful، وطبعا المنظر جميل. and we can see the beach، وشايفين الشاطئ. there is a huge swimming pool، وكمان في حمام سباحة رهيب. on the roof of the hotel، في السطح بتاع الفندق. can you believe it، ممكن تصدق كده، تصدق ان في حمام سباحة على السطح. the flight from India، من الرحلة بتاع اللي جاية من الهند took about 6 hours، خدت حوالي 6 ساعات. but it was comfortable، بس كانت مريحة. and we both slept، واحنا كلنا نمنا احنا الاثنين. I didn't take long to go، انا ماخدش وقت طويل عشان امشي through the airport في المطار. when we arrived we got our suitcases، لما وصلنا خدنا الشنط بتاعتنا straight away وطرنا بقى مشينا. Singapore is a wonderful، مدينة جميلة طبعا رائعة، ومليانة high rise building، مليانة ناطحات سحاب. but there are also many باركس، ومليانة برضو منتزهات وجاردنز وحدائق والأشجار عشان نقعد تحتها ونريلاكس يعني. the gardens by the bay، الجاردن اللي على البي اللي هو المضيق أو الخليج is a really special place، مكان مخصوص جدا يعني. where there are flowers، لما يكون فيها وردات وبلانش نباتات from all around the world، من كل أنحاء العالم. we spent، وإحنا قضينا وقت طويل هناك. you really forget that هتكون أكيد نسيت. you are in the middle of a busy city، أنت أكيد نسيت أن أنت في وسط مدينة busy، مدينة يعني crowded مشغولة. هي من المهم أن بيقولك امبارح بقى yesterday we went on a boat trip، رحنا في رحلة بالقارب with some other tourists، مع بعض التورستس مع بعض السياح to an island للجزيرة. there is a theme park، وكان في منتزه ترفيهي جميل. it was so much fun، وكان في fun ومرح. after that بعد كده we visited the museum، احنا رحنا المتحف، متحف الايس كريم. اي هذا كوين بي، خدنا كوين يعني زي ما يكون علبة ايس كريم على هيئة ملكة النحل، اللي هي كانت مليانة فانيليا وعسل وشوكولاتة، وكانت جريت، كانت مامي كانت ما حصلتش يعني. انا شايفه ان كفايه كده عشان الواحد ما يقطعش هدومه من الزهق يعني. المهم اسمع اجين، بيقول لك listen again and check the places that نادية، اسمع واعمل تشيك على الاماكن اللي نادية وهاني شافوها في السنغافور. اول حاجه الايربورت والسوين بول، تمام، والثيم بارك. هي راحوا الثيم بارك، لا راحوا الان ايس كريم ميوزيوم. هي ما جابتش سيره حاجه تانية اكتر من كده، ما راحتش حديقه حيوان، لا ما راحتش بارك، ما جابتش سيره البارك خالص. اللي هو لو راحوا ثيم بارك، راحوا ثيم بارك.
مرحوش بقى لا زو ولا برج، برج عادي منتزه عادي زي مثلا الحديقة بتاعت النافورة دي عندنا في المحمودية، إنما مش سيم بارك بقى بلاهي ومراجيح وكلام ده. read again era time decide if the sentence are true، اتأكد إذا كانت الكلمات true ولا false. و correct يا عم يعني correct يعني صحح the false sentence in your notebook، صلح في كراستك، لا صلح عندك يا عم. نادية and هاني are staying at friend's house، لا false at lovely room in a hotel، in a hotel قعدوا في اوضه في فندق ما حصلتش. they flew from cairo، لا ما طلعوش من القاهره، ده طلع ده هم اساسا جم الهند، هم جايين من الهند، حتى بتقول لها رحله للهند 6 ساعات هندية، فولس برضه. they thought هما بيعتقدوا the gardens by the bay was lovely، طبعا true الحدائق اللي على الخليج طبعا جميلة. yesterday they went to the museum، امبارح هما راحوا للمتحف، لا ده هما راحوا بالتريب، وبعدين طبعا فولس ده هما راحوا بالتريب وراحوا ثيم بارك وانبسطوا خالص وكمان بعد كده صدق والله بعد كده والله لا تروي يا عم الحاج ناس في الاخر افطر زت بقى على الاخر خالص، راحوا حلوا بشويه ايس كريم تمام. ويا بخت الناس العايشه. يلا بينا نجيب صفحه 107. انت شايف الحاجات الجميله دي، تيكت تذكره ديت اسمها السوت كيس، طبعا انت بتجيب من فوق اهي سوت كيس اهي. طبعا الحاجات دي يعني انا مستخسره ان انا اقراها لكم عشان شطار، انا هحلها على طول. كلمة هوتيل ومكتوبة هوتيل اهي فاحنا هنكتبها هنا كده برضو هوتيل، وده I think ان هو تورست يعني سائح، وشكله جربان صحيح بس هو سائح هنعمله ايه. وده كده باسبورت، باسبورت يعني يعني باسبورت يا جدعان باسبور. والمنظر القبة الجميل ده هو ده سويمينج بول يعني حمام سباحة. يلا بينا. بيقول لك read اقرأ are these things، اقرأ الأشياء ديت you take on a vacation or places، تاخدها معاك في أجازة ولا في مكان أنت رايح تلعب تاخد تقضي في وقت يعني. write them on the correct list، الحاجات اللي أنت هتاخدها والحاجات والأماكن اللي أنت هتروحها. الحاجات اللي أنت هتاخدها أول حاجة الكاميرا والباسبورت والسان جلاسز والتيكت والسوت كيس. كاميرا ادي واحدة، باسبورت يعني الباسبورت والسوت كيس اللي هي الشنطة والسان جلاسز اللي هي النضارة والتيكت. طب الاماكن انا هروحها اول حاجة البيتش، تاني حاجة المتحف الهوتيل، تاني حاجة السيتي مدينة ميوزيوم متحف وسويمينج بول وثيم بارك. يلا بينا يا شباب. وبيجيب لك الدرس الثاني اللي هو الريسورسز اللي هي المصادر، اذا كانت ناتشورال ريسورسز يعني مصادر طبيعيه زي الشجر والصخور وبندق الشمس والرمله والحاجات دي كلها، والمان ميد ريسورسز اللي هي المصادر الصناعيه زي القماش والبوتلز والبايسكل والحاجات دي كلها والذهب والبلاستيك وال مش عارف، تحس ان الميه برضو شغاله، الميه مصادر طبيعيه مش طبيعية. بيقول لك بقى think فكر وبعدين اكتب more write one more nature resources and one more man made resources، يعني اكتب واحد كمان من المصادر الطبيعية water مية، بس هجيب من عندي من عندي والله كتير من عندي كتير يعني
طيب والمان ميد ريسورسز؟ لا اجيب بقى من عندي، اجيب جولري، المصادر الطبيعية. يا شيخ حرام عليك، اللي هي المجوهرات. طيب ووتر؟ لا خلينا حاجة قوية. اويل، سولت مثلا، الملح، ما الملح ده مصادر طبيعية. تمام، يلا بينا نحل الصفحة اللي بعد كده، صفحة 109. صفحة 109 اللي عندك ده فاروق، وبيقول لك read about فاروق، عن فاروق واندرلاين ووردز، وحط خط تحت الكلمات اللي هي فيها مصادر resources، put them into the correct column، حطها في النص الصحيح، الكولوم العمود الصحيح in the table below. وهنا عندك هعمل لك natural resources وهعمل لك ايه man made resources. طب يلا بينا هنحط، بصوا هنبدأوا بالايه بالnatural resources. طلب مني فاروق is a farmer، فاروق ده فلاح وفي أسوان، و every morning he wakes up، كل يوم بيصحى الصبح بدري، wakes up and put on his جلابية، جلابية دي مصادر صناعية يا جماعة مكتوب، and leather shoes، ودي برضو مصادر صناعية، ما هي دي برضو البني آدمين بيعملوها، بيصنعوها منين بقى مش قصتنا بس بيعملوها، و he boils some water، لا water هنا في المصدر في الناتشورال ريسورس. استنى عشان انتوا كده مش شايفين يا جماعة، لا شايفين. طيب ماشي اهو، استنى ايوه هو ده. بيقول لك بقى ايه، استنى ركز ركز يا طالب، وتي لا تي مصادر صناعيه لمؤاخذه عشان الشاي، انا بشرب حبه وده، اند ايت سام بريد، والبريد لا برضه مصادر صناعيه برضه البني ادمين اللي بيعملوها لمؤاخذه، وفروت لا فروت، والله الواحد محتار خلوه من مين، ولا لا فروت من صنع الطبيعه، الفاكهه حاجه لوز. طيب ليه بقى؟ لان بكوز فاروق ليف ان اسوان، عشان فاروق عايش في اسوان، هي نوز ذات، وعارف ان الشمس صن دي مصدر طبيعي، ويل شاين موست داي، بتشرق طول اليوم، عشان كده هي از لاكي ذات هي ليفز اون ذا فرتايل بانك، عايش في ارض خصبه. فرتايل بانك دي انا هعديها واخليها مصدر طبيعي، ما هو احنا مش هنعرف نزرع الا لما يكون عندنا فرتايل بانك، يعني ضفاف النيل اللي هي خصبه، اوف ذا نايل، والنايل ده برضه مصدر طبيعي. So that he can use the water for his crops. Crops دي مصادر صناعية، البني آدمين هما اللي بيزرعوا. Today فاروق النهاردة فاروق harvesting grain. Grain ده برضه مصادر صناعية، مش صناعية بس البني آدم بيشارك في عملها. Baskets برضه مصادر صناعية. Reeds برضه الجريد، والله ما احنا عارفين. Made from reed، لا reed ديات مصادر صناعية، مصادر طبيعية للطبيعة. و taking it to sell in the market. I think ان انا كده لميت الحاجات. يلا بينا على ريم، انتوا كده خدتوا دي اهي، يلا بينا نبص نشوف حكايه ريم ايه، بيقول لك ايه بقى. Now read about ريم، دلوقتي اقرا عن ريم، و underline the natural resources، وحط خط تحت الكلمه ال natural resources اللي هي المصادر الطبيعيه اللي هي بتستخدمها، و circle the man made، يعني حط الخط تحت المصادر الطبيعيه وحط دايره تحت المصادر بتاعه البني ادمين، البني ادم بيشارك في عملها. يلا نبدأ كده بسم الله. ريم is going on a vacation. She is traveling to Canada by plane. هي بلين ديت هنحط عليها دايرة. Today she is packing her suitcase. والسوتكيس دي برضه دايرة، حاجات البني آدمين بيعملوها. She knows that there is often rain. لا رين دي بقى خط، عشان دي حاجة صناعية، حاجة طبيعية. She is taking her umbrella. umbrella لا دايرة، ده البني آدمين هم اللي بيعملوا الشمسيات. It can also be cold. هتبقى برد. There so she is making a sweater. sweater برضه دايرة، عشان البني آدمين اللي بيعملوا السويترات. ريم loves swimming pool. swimming تحب العوم، and asked her friend in Canada، بتطلب من صاحبها اللي في كندا أو صاحبتها لو في هناك place she could swim، مكان تعرف تعوم فيه. هي فريند قالت لها إن هي مش عايشة مش قريبة من البحر، لا هي عايزة بحر تعوم فيه. لا لا أنا هجيب لك بحيرة كده تدلع فيها يعني. طبعا river ايه ده، لا ده خط بس، وليت خط كده، و سي برضو خط، عشان دي مصادر ايه طبيعية، عشان كده ممكن نحط تحتها ايه خط بس. يلا بينا نقلب الصفحة، طبعا الايدين دي ايدين ريم يعني زهقانة من نفسها بس شوية مش حاجة. يلا نقلب الصفحة. الدرس التالت لسن 3 بيقول لك ايه بقى يا سيدي، ريد اقرأ وفكر، وكمان قول ايه الدول اللي انت بتحب تزورها وليه. وبيقول لك اسمع الليفلتس دهيت اللي هي
يعني النص اللي في او المنشور يعني وقول how many museums can you visit on this trip، ايه هي اعداد المتاحف اللي انت ممكن تزورها في هذه الرحلة. والبنت في الرحلة بتحكي حكاية طويلة اوي مش ممكن يعني. بتقول desert tours trip to Jordan، يعني رحلة رحلة في الصحراء لايه جوردن، جولة صحراوية في الايه في الاردن. دي 1 اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس، 5 ايام. بتقولك اليوم الاول رحنا عمان و checked in to our hotel وعملنا وشوفنا شيكنا في الحاجات على الهوتيل بتاعتنا. In the middle of the city enjoy، في نص المدينة استمتعنا ببعض. Free time in the city before meeting at Memphis، قبل نتقابل في Memphis restaurant. For a traditional Jordanian dinner in the evening، عشان نستمتع بالوجبة الطعام العشاء الأردني التقليدي في المساء. Day 2 خلاص بقى روحوا ناموا بعد العشاء. Day 2 بقى اليوم الثاني we enjoy تور اوفر عمان، استمتعنا بالجولة في عمان وفيزيت فيمس عمان سيتيدل، وزورنا كمان قلعة عمان اللي هي المشهورة هناك و اكسبلورينج ذا رومان، وكمان استكشفنا الامباير ستر اللي هو المتحف المسرح الروماني اللي زيه بالظبط موجود عندنا في اسكندرية يا حبيبي. اند ذا ارتشولوجيكال ميوزيوم والمتحف الاثري. افتر ليت بعدها بشوية لانش بعد الافتر ليت لانش يعني بعد ما اتغدينا، بس كان متاخر غدا متاخر ان اللوكال ريستورانت وفي مطعم محلي. قضينا الافتر نون اند ايفنينج ووكينج ثرو عمانز ميني كولر فول ماركتس، قعدنا نتمشى في المحلات اللي هي ملونه الوان كتير. داي 3 اليوم الثالث، اليوم الثالث طبعا تلاحظ ان هو ايه احنا هيت اوت اوف ذا سيتي، طلعنا بره المدينه for a day trip لرحلة يوم واحد to as salt وملح مكان الملح about an hour في خلال ساعة away from the عمان، يعني مساحة ساعة بالظبط المكان ماشي ساعة في ال ancient town في المدينة القديمة as salt اسمها as salt. You will find lot of local Jordanian culture، هناك بقى هتلاقي الثقافة الأردنية المحلية. The markets الأسواق wonderful يعني رائعة، وموجود الفن اللي الأردني التقليدي والcrafts to buy crafts اللي هي الأعمال اليدوية. وكمان هنزوره أبو جابر ميوزيوم، متحف أبو جابر، وحنستكشفه التاريخ بتاع الأسالت of Jordan's important trading center بتاع السنتر التجاري المهم جدا في الأردن. Day 4 no visit to Jordan is completed without a trip to the Dead Sea، مفيش رحلة هتكمل في الـ في الـ في الأردن من غير ما نروح نزور البحر الميت. There is so much salt in the sea، وعشان كده انت ممكن تطفو يعني متعومش، انت بتطفو كده on the air water، بتطفو على سطح المية وتستمتع في البحر الميت بالمد بتاعته بالطينة عشان it's good for your skin، عشان كويسة للبشرة بتاعتك. بعد كده بعد ما انبسطنا وريلاكسينا كمان وارتحنا وخدنا البريكفاست، اتكلمنا في داي 5 بقى ماشيين خلاص، هنمشي الساعة 11 صباحا وهن درايف 3 hours، هنسوق لمدة 3 ساعات back to عمان. We will stop on the way for lunch، هنقف في حتة عشان ناخد الغداء بتاعنا. Before arriving at the airport at 5 p.m. عشان هنركب ونروح المطار قبل الساعة 5 مساء. يلا بينا نحل الأسئلة. On the first day في اليوم الأول you can see the Roman amphitheater اللي هو amphitheater اللي هو المتحف الايه الروماني. لا طبعا مش في الأول يوم، راحوش المسرح الروماني أول يوم، ده راحوا المسرح الروماني تاني يوم، ده أول يوم يدوبك لفوا بس كده في المدينة شوية وخلاص. You visit as salt، انت زرت as salt before you visit the dead sea، ده حصل فعلا احنا زرنا او العكس. والله لا والله والله هذا شيء محير، بس طبعا في اليوم الثالث هم راحوا as salt ده جزيرة كده او حاجة زي كده، لكن ما ما ما
لكن الديد سي او البحر على الميت لا، ده راحوا في اليوم الرابع، يبقى ديت ايه ترو صح. راحوا هنا الاول وبعد كده راحوا المتحف ابو جابر ميوزيوم، متحف ابو جابر از ان جوردنز كابيتال سيتي، موجود في العاصمة الأردنية اللي هي عمان يعني. لا ده مش صحيح، لا مش صحيح طبعا. المتحف بتاع أبو جابر دوت مش موجود خالص في العاصمة الأردنية، يبقى ده فولس، ده على بعد ساعة مشي، ساعة بعد العصر. The markets in a salt sell traditional art and crafts، دي صحيح. الأسواق بتبيع الحاجات الفنية والأعمال اليدوية. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه بقى، the dead sea mud is bad، لا bad ايه ده good، ده فولس يا عم الحاج. ده بيعملوا بيها، ده بيعملوا بيها سكراب وبيهيسوا. you arrive، انت ممكن تصل للايربورت on day 5 at 5 am، ده مش 5 am، ده 5 pm. شوف اللخبطة فين، طبعا برضو فولس. يا جماعة اقروا القطعة كويس، اقروا السؤال الاخر، بيحط لك التركة فين انسان يعني. انا مش لاقي لكم شتيمه يا جماعه اللي بتعملوا الاسئله دي. دير ديري يعني يومياتي العزيزه، ده قطعه. وهو هنا بيشرح لك يعني ايه الديري، طبعا الديري اللي هي اليوميات او البلوجات اللي على الانترنت، تمام. فبيقول لك a diary is a book، ده كتاب، in which you write down things، اللي هي بتكتب الاشياء اللي بتحصل لك. و طبعا في كل يوم ديري انتري اللي هو ده زي بلوج كده على الانترنت، يوميات كده على الفيسبوك، اللي هو is a piece of writing in a diary، قطعة من الكتابة عنه. هنعمل بقى ايه، البت دي كاتبة Thursday اللي هو يوم الخميس 6 اكتوبر. دير ديري يوميات العزيزة، today was the best day، ده كان احسن يوم في حياتي. I love anything، أنا بحب كل حاجة، أي حاجة to do with history، أي حاجة فيها تاريخ. I always go to the museum at home، أنا بروح المتحف كل يوم. وطبعا هي أنا بتقول إن هي صوتي دي، وعشان كده was special day، النهاردة يوم مختلف، يوم مميز. The bus ride wasn't too، والأوتوبيس ما كانش وحش، وخد يدوبك ساعة كده بس عشان أوصل لوجهة الوصول بتاعتي. وانا سمعت مزيكا وانبسطت خالص، و يعني المهم كل الهري ده. وطبعا اشتريت حاجات ياما من الستولز، من الاكشاك، اشتريت حاجات ياما اردنيه تقليديه واعمال يدويه من الستولز، واشتريت كمان كولورفول رج، يعني سجاده كبيره كده ملونه كتير. الواد صالح اللي هو تور جايد واز فيري كايند، كان محترم وطيب، عشان كده هو توك ات، خدها تو ذا باص، خد السجادة للأتوبيس فور مي، من أجل يعني سو ذات، وعشان كده I didn't have to carry it. المصريين دول في كل مكان، واضحين مش محتاج إن أنا أشيلها، لأن أنا هلف بيها وهدوق بيها. ف that was lucky، ده كان شيء كويس، because I spent tour in the museum، لأن أنا قضيت الرحلة كلها في المتحف. يلا بينا read the information، اقرا المعلومات في الـ exercise 2 again، اقرا تاني يعني ليه المهم اللي هي day 1 ودي 2 ماشي. وبعد كده which day would you enjoy، ايه اليوم اللي انت استمتعت بيه اكتر، why، و write 4 to 5 sentences in your notebook and then talk to our partner. اختار يوم من الايام اللي الخمسه دول انت استمتعت بيه وليه، واكتب 5 جمل في الحوار دوت. وهنا البنت اللي مشعره منكوش ده بتقولك is it a good، بيقولك think، فكر فكر، اللي هي الفكرة حلوة to join a tour، انك تلتحق برحلة يعني لو انت عندك اجازة لبلد مختلفة، وليه وليه نط. يلا بينا نحل، هنحل في الحتة السقنططة دي كده. انا شايفه ان اجمل يوم شخصيا يعني اليوم اللي هم راحوا فيه لزاديت سي، ذا داي 4، وين، عندما اي فيزيتد، انا زرت ذا ديد سي. انا شخصيا حابه الفكره دي. اتس ماست
الطينة بتاعته is good for my skin. الطينة بتاعته حلوة للبشرة بتاعتي. I enjoy, I also enjoy, وأنا كمان استمتع see, enjoy, حاول enjoy looking أو seeing أو ماشي see, seeing أو if, ماشي seeing floating اللي هو الطفو on the water. يعني الناس بتروح البحر الميت دوت بتعوم على وش المية تطفو بس كده. I enjoy, أنا استمتعت. Enjoyed بقى also enjoyed a lot. يلا بينا ده كده الايه الجزء اللي يخص السؤال دوت. الصفحة اللي قدامك 111. لا ده احنا هنقلب نجيب 112. احنا نسكت. يلا بينا 112. الدرس التالت دوت برضو بيشرح لك في البارت 2 منه اللي هو اون وان وات وايام وشهور وساعات والحكاية دي. كانت اغنية يعني. يلا بينا نحل على طول. وانا بحل بقى اشرح لك كنت يعني. حتى اول حاجة المورنينج قبلها ان. بصوا انا كنت شرحتها قبل كده وهشرحها تاني. ان دي للاماكن. انا شرحها مختلفة شوية عن الكتاب بس هتفهموا. الكبير والاجزاء اليوم الكبيرة برضو والاوقات الكبير يعني الشهر السنة تختار لها ايه. ان اون ايام بس واجازات. آت أماكن صغيرة وأجزاء يوم صغيرة يعني مثلا at night لكن هنا in the morning. تمام. طب يلا بينا. Dad is a baker. بابا خباز. He works in the morning. بيشتغل في الصباح. سؤال تاني. We go to the club on. طبعا ده أيام الأسبوع يبقى on Saturdays. Does our next class start at دي حرف جر قبل الساعات. Grandma was born. طبعا دي السنين. السنين دي حاجة كبيرة يبقى in. On Monday. طبعا on دي عشان Monday ده يوم من ايام الايه الاسبوع بياخد حرف جر on. We arrived in عمان. شوف ان بتيجي قبل عمان لان عمان بلد كبيرة. The flight landed at عشان دي ايه 4 o'clock يبقى at حرف جر قبل الساعات. في هنا in the afternoon. لا in the afternoon ايوه اللي هو بعد الظهر. مع ان لو نون بس اللي هو الظهر بتقول at noon عشان مسافة الظهر دي ساعة واحدة بس. It was about 26 degrees. كانت حوالي 26 درجة مئوية. وانا كنت متفاجئة surprised that it was so warm. في هنا نقطة in October قبل في اكتوبر. تحديدا انت هتسمع الاماكن او الاوقات listen to time with speakers and activities. هتسمع الاوقات وهتوصلها بالمتكلمين والايه والانشطه والاكتيفيتيز اللي بيعملوها. اسمع بقى يا سيدي. هو الواحد ايمن والراجل حللك ايمن. فيلا ايمن مش هنجيش. ابدا من اميره. هلو اميره. shall we go shopping on weekend. yes please that sounds good. يبقى هتروح الايه الويكند. On the weekend. أنا لقيت ليه نمبر A. تمام. On the weekend. هتعمل ليه هتعمل shopping. يبقى دي shopping. Shopping. تمام. وأدي الويكند. وفين أميرة. أميرة. يبقى دي أميرة وshopping weekend. تمام. نمبر 2 فريد. Remember you have a dentist appointment. يعني عندك فرصة أو حجز عند dentist عند دكتور سنان. This afternoon.
Oh yes, it's at 5 o'clock, isn't it? Yes, that's right. Okay, thanks, Dad. فين فريد؟ أهو. At 5 o'clock. أهو. وهيروح لدكتور السنان. وفين دكتور السنان؟ يهمي هو ده؟ حول ده. آه لا لا لا. هو ده كده. At 5 p.m. وادي فريد. وكده عندنا تاليا وشريف وسارة. يلا نسمع. تاليا. Our flight leaves at 11 a.m. Okay, mom, I'll be ready. 11 p.m. يا باشا. At 11 p.m. هتروح عند تاليا. فين الطيارة؟ اهي. يلا بينا. اخر واحدة. لا ده في اتنين. شريف. يلا بينا على شريف. Mom, remember I'm playing football with Rami in the morning. Oh yeah, that's fine, شريف. Thanks for remind me. ادي شريف وهيلعب كوره وطبعا الصباح in the morning. ادي شريف in the morning وهيلعب كوره. ساره اخر واحده. ساره. مام when are we visiting grandma؟ قالت لها هنروحوا in July. ادي in July ساره. والادي تيتا. يعني هنحسب حسبة بسيطة. ادي سارة نمبر 6. شريف نمبر شريف ديت في نمبر 5. تاليا هتروح تطير نمبر 4. فريد الباشا ده هيروح لدكتور السنان نمبر 3. اميرة رايحة للشوبينج نمبر 2. تمام عشان بس دي مش واضحة لكن دي واضحة. يلا عشان يعمل لك عليها جمل. تيل يور استنى مش فاهم الاول انت بيقول لك تيل يور بارتنر يعني اخبر شريكك. وات يو دو ات ذيس تايمز ماذا تفعل في هذه الاوقات. ذن رايت يوز اون وان وات. اول حاجه قال لك الوينزداي اللي هي يوم الاربعاء. ان ذا افترنون ان ذا afternoon بعد الظهر. انا باخد قيلولة. I take a nap. خليك شغال في المضارع البسيط. summer in summer بنروح البيتش على طول. I go to the beach. الويكند طبعا الويك اند اون ذا ويك اند. بعمل ايه في الويك اند؟ قومه كده. اي فيزيت بزور جدتي جراما الله يرحمها. جانيوري طبعا ده شهر يبقى قبله حرف جر ان. ان جانيوري في شهر واحد. اي go to school بروح المدرسة. at 6 p.m. طبعا at حرف جر قبل الساعات. I go to the dentist بروح للدكتور بعد الشر السنان. أنا عايز أروح له فعلا. يلا بينا. كل الجمل اللي شايفينها دي في المضارع البسيط زي ما انتوا شايفين لأنها حاجة زي بنكون روتين احنا متعودين نعمل. اقلب الصفحة 114. اللي انتوا شايفينه ده مقالة عن الازهر بارك وراجل الحقيقة ما خلاش وراه وراه. فيلا بينا. سليم was feeling sad. سليم كان حزين قوي. it was a hot summer كان صيف حر و school was over مدارس خلصت and he wanted to go to go on a vacation كان عايز يروح في عطلة يعني يتفسح شوية غير جو. his cousin شريف ابن عمه بقى شريف was away at the beach ابن عمه كان في الايه في البيتش. and سليم wanted to be there too وكان سليم نفسه يروح ايه البيتش اللي هو الشاطئ يعني اللي هو البحر. his family usually went on vacation with شريف's family دايما عيلته بتروح مع عيلة ايه شريف عيل عمه كده. but this year اتخصموا بقى. that wasn't possible ما كانش ممكن لان سليم زداد had a new job. بابا سليم اللي هو اخو بابا شريف جات له ربنا كرمه بوظيفه حلوه فخلع بقى.
و had to stay in Cairo ومضطرين انهم يقعدوا في ايه في القاهرة. مروان his friend phoned him. مروان صاحبه اتصل بيه قال له hey how are you سليم, ازيك يا سليم, I'm feeling a bit low, انا حاسس ان انا مش مبسوط قوي يعني او حاسس بالملل, I want to be at the beach, انا نفسي اروح البيتش. ده سليم اللي قال. فسليم قال له well this year you can't, السنة دي مش هنعرف, so let's find something else, طب تعال نشوف حاجة تانية. فمروان قال له I know let's go to the الازهر, تعال نروح الازهر بارك اللي هي حديقة الازهر. فسليم قال له I don't know, ما عرفهاش but it sounds interesting, بس تبدو يعني لطيفة. سليم زمام أم سليم طبعا agreed to take them to the park. أم سليم وافقت إن هي تاخدهم للإيه للبارك على أساس برضو تتفسح هي كمان كده. She made a picnic, عملت بيكنيك يعني لمت بتاع كده وحاجات وعملت أكل وزبطتهم يعني سندوتشات جبنة رومي. When they arrived, لما وصلوا بقى they sat under a big tree, قعدوا تحت الشجرة مش أي حاجة عشان يأكلوا المكرونة بالبشاميل. On the cool green grass, عشان يقعدوا على العشب الأخضر الجميل. And enjoyed their food, ويستمتعوا بالطعام بتاعهم. It was such a beautiful day, كان يوم جميل. And Marwan and Sleem played football. Suddenly فجأة Rami and Majid their friends from school came running past. فجأة صحابهم من المدرسة جم جري عليهم عشان يسلموا عليهم وكده. هاي رامي, ده سليم اللي شوت اتصرخ يعني why are you in the city, انت عامل ايه هنا في انت ليه هنا ليه في المدينة, I thought you were at the beach, انا كنت بحسبك في البيتش يا عم. فده رامي قال له no said رامي my grandma جدتي is ill so mom wanted to stay in Cairo, عشان كده ما عايز تقعد في القاهرة. There is a whole group of us, وفي كمية كبيرة مننا who stayed at home, عايزين نقعد في البيت and didn't travel, مش هنسافر. Can you come to the playground with us, ممكن تيجي البلاي جراوند معانا. ده سليم اللي بيسأل, فقال له ماشي مفيش مشكلة. ومام سات بعد كده بقى بيقول لك ان مامتهم كانت قاعدة على, طبعا سليم اسكت his mom and they all went together, راحوا كلهم للبلاي جراوند, راحوا يلعبوا في الحوش اللي هو في الوسعية يعني في البارك. ومامت سليم قعدت على البنش اللي هو المقعد اللي بدون مسند and enjoyed all the beautiful plants and birds in the park, وفضل بقى مستمتع بالقعدة وكده. I think this is a fantastic place, ده مكان رائع, ده مامة سليم اللي بتقول في نهاية الايه العطلة. I can see there a show next week, هيبقى في عرض الأسبوع الجاي. let's come back, هنرجع تاني مع بابا ونشوف الشو وهتبقى يوم جميل. فمن الآخر now he knew his friends were in town, خلاص هو دلوقتي سليم عرف ان اصحابه في المدينة. وهذا wonderful park, وعندهم بارك رائع. It seems that summer in the city would be awesome, واضح كده ان هتبقى ايامنا جميلة ان شاء الله في المدينة عشان لقى مكان يفسح فيه هو واصحابه. بينا نقلب الصفحة كده. سليم wasn't at school because ان المدرسة خلصت, as he has a vacation, عنده عطلة. Why did سليم not go to the beach, ليه سليم ما راحش البيتش, عشان بابا because his dad had a new job, عشان بابا ربنا كرمه بوظيفة جديدة he had to stay in Cairo, ولازم يقعد في القاهرة. Where did they eat in the park, وكلوا ايه في البارك, eat كلوا ايه, where اين, مش كلوا مش what, اين, قعدوا على العشب الاخضر on the grass. مين بقى اللي سليم and مروان meet at the park, who, شايفين كلمة who دي يعني من, تمام, مين اللي سليم قابله على في البارك. Friends from school, صحابه من المدرسة, عيل اسمه رامي وعيل تاني مش فاكر الاسامي. What did Salim and his mom decide to do the following week, سليم ومامته قرروا يعملوا ايه في الفولوينج ويك, في الاسبوع اللي جاي بقى, ما خلاص كده استمتعوا الاسبوع ده, هيعملوا بقى ايه الاسبوع اللي جاي. Come back with Salim's friend, لا come back with Salim's dad, هيرجعوا مع بابا بقى عشان يتفسح. From what you have read, من اللي انت قريته دوت في القصة about الازهر بارك, would you like to spend a day there, نفسك تقضي يوم هناك, طبعا yes
و tell your parents أو partner، أخبر شريكك إيه هي الأشياء اللي أنت would like to do in الأزهر بارك. Yes، أول حاجة sitting، sit يعني يجلس. On the grass، أقعد على العشب الأخضر. And have a picnic، وأحصل على picnic، نزهة خلوية. وplay in the playground كمان يعني. العيل برضو عايز يلعب، فplay in the playground. Play in the yard أو playground. يلا بينا نقلب الصفحة، صفحة 116. هو بيقول لك على الصوتين اللي هو الث والذ، ث ذ ث ذ اللي هي تي مع الاتش، ساعات نطق ث زي ثينج وثرز داي وثينك وثري وارث واوثر، اوثر يعني مؤلف، او زيس وزوس وذات وذ ومذر. تمام، بيقول لك say these words، قول الكلمات دي. ماشي يا عم، نقولوها احنا ورانا، وبعد ما نقولوها ايه اللي هيحصل يعني؟ add them to the correct column، وحطها في العمود الصحيح في الاكسرسايز نمبر 1. then listen and check، ونبقى نفهم حاجه. طب عموما يعني الاكسرسايز 1 اهوت، هو عايزنا نحطها له في الاكسرسايز 1. طب ليه يعني؟ ماشي. باثروم، باثروم هتحط هنا باثروم، باثروم يعني حمام. فاذر، ساوث، ذي، اذر، بيرث داي، ثاوزند، كلوز، ماوث، لذا. يلا بينا. بيقول لك ايه؟ some activities have common suffix، بعض الاكتيفيتيز عندها لواحق suffix يعني شائعة، زي be careful و طيب و ال OUS و ال IV، زي dangerous، active، creative، expensive، famous، enormous. طيب be careful that snake is poisonous. Everyone know Soha، she is very famous. Ali swims and runs، he is very active. His watch is very expensive. طب يلا بنحل. بويسون ايه؟ حط لها ايه؟ او يو اس، بويزنس، ده السفكس. اكتف، اك اف، ده السفكس. اكس بن، اكس بن سيف، اكس بنس يعني مكلف، اكس بنسيف الصفة منها اللي هي غالية غالية. في مص، في مص يعني مشهور. يلا بينا نشوف هنعمل ايه بعد كده. طبعا صفحة 117 المثلثات، وبصراحة يعني عندك جميع انواع المثلثات هنا، مش حرمينك من حاجة. فاول حاجة an equilateral triangle has three equal sides، وما بيقولك read and match، ده مثلث متساوي الاضلاع، التلات اضلاع بتوعه قد بعض، هو ده نمبر ايه صح. بص بعد تاني right angle triangle، اللي هو right angle الزاوية القائمة، has an angle، في زاوية واحدة بس that measures 90، بتساوي 90، في زاوية واحدة بس قائمة، او الباشا اهو دي. the isosceles، isosceles ديت triangle has two sides of equal length، اللي هو المثلث متساوي الساقين، اللي هو الباشا ده. آخر واحد skeleton triangle has three sides of different length، ما فيش اللي هو
different lengths يعني اطوال مختلفة. طبعا انت بتقول ايه في lesson 5 كاتب لك writing يعني كتابة وعمل لك جرافين بنت كانت عايشة في موروكو والبنت التانية بتحكي لها على الايفل تاور. البنت والاتنين ده يوم 21/7 والتانية يوم 4/5/4. طبعا نبدأ بريم، وريم بقى ايه بتحكي على متحف اللوفر وباريس وحاجة ايه اوبا وبرج ايفل وكده. طب اسمع. I had such a cool day today. النهاردة قضيت يوم جميل جدا. I went on the river، روحت النهر. We saw some famous sights، وشفنا مناظر جامدة. From the boat، من القارب. Like the louver، زي متحف اللوفر. Beautiful museum، متحف جميل. والفانتاستيك بينتينج، رسومات جامدة. والايفل تاور، وده طبعا it's really tall and made of metal، ده طويل جدا معمول من المعدن. I tried to speak French، حاولت اتكلم فرنساوي بس I couldn't، ما عرفتش. I really say I couldn't say anything، ما عرفش اقول حاجه. But the French people were very kind، بس الناس الفرنسيين يعني ضحكوا على يعني very kind، طيبين. And when I spoke English، ما جيت اتكلمت انجليزي فهموا. At the end of في اخر اليوم رحنا لمطعم فرنسي. We had a wonderful meal with Bodil. It was a special day. ده مين دريم؟ البنت الأميرة ما سكتتش. يعني إيه؟ قالت لك لأ. أنا يعني المهم بقى بتقولها I love the city، أنا حبيت المدينة ديت. There is so much to do، حاجات تقدر تعملها كتير. Today we went to علي بن يوسف، رحنا علي بن يوسف مرة مدرسة علي بن يوسف. A beautiful museum، متحف جميل. That is 800 years old، عمره 800 سنة. واحنا we went early in the morning، واحنا في الصباح. لأن it was still بري بيز، برضو كانت الدنيا مليانه معجوقه يعني او زحمه مع بالبيبل بالناس. احنا كمان فيزيت ايه فيزيتد اللي هو في الماضي جاردن ماجورلي. ماجورلي ديت حديقه ماجورلي، ودي حديقه مشهوره جدا في الاردن، وبيقول لك بقى ايه قصدي في مراكش في المغرب. بيقول لك لافلي جاردن وير وي هاد بيكنيك، يعني حديقه جميله ناخد فيها بيكنيك، ناخد فيها نزهه. I like it there بحبها because it reminds me a bit of الأزهر بارك at home، بتفكرني بالأزهر بارك عشان كده أنا بحبها. But my favorite place is جيما الفن، ده جامع، وكمان ماركت بليس مكان سوق. The smells coming from the markets، الريحة بتبقى جاية من الأكشاك اللي في السوق، ريحة بتخليني hungry. وبعدين اخدت منها ساندويتش. I can't wait to go back there tomorrow، مش قادر استنى عشان اروح تاني. طبعا هنا بيقول لك write the date when you start a new diary entry، اكتب عايزك تكتب حاجه جديده. تمام اكتب يا ابني يهمكش. ربنا نحل صفحه 119. بيقول لك when، عندما يعني، عايزك تعمل له تشيك تكه كده على الستيتمنتس ذات ابلاي. ابلاي يعني انت تعتمدها او تطبقها. لما تكتب دير، لما تكتب يومياتك، اول حاجه you should start with dear diary. طبعا you should write about how you felt، كيف شعرت. والله طب انا لازم اكتب انا حسيت بايه. You should use formal language. لا انا مش لازم استخدم formal language، انا المفروض استخدم لغه informal language، استخدم لغه عاديه ولذيذه. You need to remember that other people will read it، لازم تبقى عارف ان في ناس تانية هتقراها. طبعا you should include، لازم تضمن او تحط في اعتبارك البيرسونال بروناونز like I او me. طبعا البيرسونال بروناون يعني الضمائر الشخصية، ده صحيح برضه لازم اقول I like I don't like. read and circle، يلا بينا. I went، طبعا هنا بيقولك I went لا went on a boat. ريم فعلا ركبت القارب وراحت النهر وشغلان. thought بتعتقد ان somewhere was very crowded، ان في مكان بيكون crowded مزدحم. طبعا اعتقد ان اميرة راحت اساسا المغرب وكل حاجة هناك crowded مزدحم. went ذهبت somewhere لمكان that was like a place at home، المكان شبه هوم هنا بمعنى الوطن. البنت أميرة برضو لما راحت الحديقة اللي هي بتفكرها بالأزهر جاردن، الحديقة اللي هي جاردن جوليري. saw something، بتشوف حاجة beautiful made of metal. ريم لما شافت برج إيفل.
said that بتقول كمان او قالت ان smell of food made them hungry. دي اميرة لسه قايلين لما بتروح الماركت اللي فيه حتة اسمها جنة الفنة, هناك الريحة بتخليها تجوع. Eat something اللي بتاكل حاجات made of potatoes for dinner, بتاكل حاجات معمولة من البطاطس للعشاء. البت ريم تحديدا اكلت في مطعم potatoes. كمان الفرنساويين بالتحديد بيحبوا البطاطس وبياكلوها في كل حاجة يعني. يلا بينا فكر of a day when you did something special واعمل ديري. اعمل يا ابني براحتك مفيش مشكلة. يلا بينا نقلب الصفحة page 120. طبعا ده project وبتكلم عن my perfect vacation اللي هو الاجازة الممتعة بتاعتي, وانا مش هقراه تمام لان تقريبا اللي احنا قلناه قبل كده او اللي انتوا كنتوا بتسمعوه في الليسنينج قبل كده, فيبقى ما يستاهلش ان احنا نقراه. انما نعمل ايه, نحل بقى تمارين على طول. يلا بينا. طبعا هنا بيتش شاطئ وهوتيل وباسبورت والسوت كيس اللي هي الشنطه اللي بنحط فيها شنطه السفر والثيم بارك المالها الترفيه. يو نيد ذس, انت محتاج ده عشان ترافل تو ديفرنت كونتري. ده الباسبورت, الباسبورت ده المكان الحاجه اللي انا بستخدمها عشان اسافر. يو ميك سان كاسل, تعمل حدائق من الرمال وبتعوم في البيتش. This is somewhere, ده مكان بتقعد فيه. To stay when you are on a vacation, لما تكون في vacation في حفلة أو في أجازة. الثيم بارك أو هوتيل, طب ما الهوتيل أحسن. لا الهوتيل اللي تبسي البيت بقى بات فيه. Stay you can have fun the theme park here and go different rides, وتركب ملاهي. رايدز هنا بمعنى ركوبات او ملاهي. الثيم بارك تركب بقى المرجحة وتركب الصاروخ, تركب بتاع اللي هو بتطلع لفوق دي. You bought your clothes, بتحط اللبس بتاعك واذر اشياء كمان. in this one بتحطها فيها لما تسافر السوت كيس, يعني انت بتحط حاجتك فين يعني في شنطة الصف. اللي بعده خد بالك هنا we are going cycling on the weekend. is your birthday on Friday? our school year السنة المدرسية ends in the summer, ان الاماكن الكبيرة والاجزاء اليوم الكبيرة والازمنة الكبيرة زي summer الصيف فترة طويلة. we are flying to Morocco, احنا رايحين موروكو برضه شهر من شهور السنة ياخد ان برضه ان سبتمبر. اول فلايت رحلة الطيران بتاعتنا لاندس ان ذا ايفنينج في المساء, برضه ياخد ان عشان ان الايفنينج المساء كبير. did you visit الازهر بارك ات نايت, ليه بقى ات نايت؟ لان الليل نفسه بيبقى تحديدا ساعة اللي هي الساعة 12 بالليل, من 11 ل 12 ده الليل ده النايت تمام. يلا بينا او الميد نايت, يعني بيبدا الليل من الساعه 9 او 10 بالليل, يعني بتتكلم في 3 4 ساعات. هو ده الليل نفسه, قبل كده المساء تمام. write two things you enjoyed, اكتب حاجتين انت انبسطت بيهم. واللي بعده حاجتين انت learned اتعلمتهم. I enjoy, انا استمتعت the beach بالشاطئ. and we كمان the theme park, اي ملاهي ترفيهيه تلاقيني هناك, اركب الصاروخ على طول او مرجيح كده. رايت حاجات بقى انت تتعلمها learn. I learn, انا اتعلمت different language, لغات مختلفه. من السفر بتتعلم لغات مختلفة. ده يونت 12, ده think about يونت 12 يا ربي. vacation and vacation I learn, لا مش different مختلف. language skills مهارات لغوية and وإيه كمان
present perfect, present simple المضارع البسيط and on in at هي مش فور ساعات. السؤال ده شايفاه سؤال جميل اتعلمت منه الوحدة. احنا كده خلصنا الوحدة.